ينتظر اللدغة الأولى، الفرحة الأولى، الابتسامة الأولى في شوط المباراة الأول. كرة منقولة الآن، إيريك لعب لكرة عرضية، متابعة، لابا سجل، الزعيم يتقدم، أنا الزعيم، أخفو قليلاً لكن باتشي شديد، هرنان كريسبو واللدغة الأولى في هذا الموسم، في هذا اللقاء يسجل لابا كوتو الهداف العينوي الكبير. لابا يسجل أولا والزعيم يتقدم أولا، والقمة تشتعل الآن، هكذا هو لسان حال العينوي، أنا الزعيم أخفو قليلا لكن بطشي شديد يتقدم الآن بأول الأهداف. لابا كوتو اللي لف على نفسه، لعيب يا لابا حتى والمرمى خلفه يعرف كيف الطريق إلى الشباك، يعرف كيف يضع الكرة في شباك المنافسين. لابا كوتو يسجل أولا والزعيم يتفوق. الجولة الثامنة، محمد العنزي يسجل، وكارلوس مونوز، والتمرير الخطير الثاني قد يأتي، نعم الثاني يأتي، فلاسيس يسجل والزعيم يتقدم الآن، الزعيم يضرب بهدف ثاني، يتقدم بهدف آخر، ثنائية الزعيم وعنفوانه، الزعيم وإصراره، في الروح إصرار وفي أعماقهم أمل، هكذا هو الزعيم وعودته، عودة الزعيم. بالاسيوس اللي يسجل ويكافئ هيرنان كريسبو، ويرسل رسالة حب لجماهير العين. هذه الكرة هنا، المحاولة، التمريرة حلوة، اللعبة كانت في اللقطة الماضية فيها تمريرات، فيها نقلات، فيها تفاهم، فيها انسجام. أسست آخر من عمير تشيلي. هل ترى شرودر ما يقدم هذا الثنائي؟ ثنائي يقدم حضور كبير في شوط المباراة الأول، ويتألقون الآن عمير وبلاسيوس، الآن يسجل ويحتفل، رابع أهدافه في هذا الموسم، رابع أهداف. الآن يبحث عن الثامن وقد يسجل الثامن. لابا ولا حسن، المتألق حسن ولا المتعملق لابا؟ لابا وضعها، لابا سجلها، ثبت حسن حمزة، والعيناوي يضرب بالثلاثة، يبصم بالثلاثة ويؤكد على النقاط الثلاث. هكذا هي الأمة العينوية وسعادتها، هكذا هو الزعيم. الحياة مصاعب يخوضونها جلدا، وإذا الجبال طريقهم فطموحهم القمم، لذلك الآن الزعيم يعود مرة أخرى في القمة، يبتسم في القمة، يفرح الأمة ويسعد الأمة، والأمة اللي أعادت وأحيت الهمة للعينوية. أصبحت النتيجة الآن ثلاثية يا حسن حمزة. كان ينتظر ربما الصافرة، أتى القرار من حكم المباراة بهدف ثالث من نقطة الجزاء، ثلاثية عينوية وفرحة كبيرة في هذه الأمسية، في هذه القمة، في شوط المباراة الثاني. هذه هي الأمة اللي أحيت الهمة بالنسبة للاعب